خالتي صباح اللي على طول بتقل مني وبتهني مع انها مني، بس معلش انا جلدي تخين وبستحمل. وجه الوقت يا خالتي اللي تعرفي فيه ان هاني الدبدوب فنان موهوب، وعقبال ليلتنا يا شوشو العب يا ابن الكلاب. شفتني وانا عصفوره يا سعد؟ ايوه. احلم معايا وهات ايديك واحضن هوايا. على قد ما شفت وعشت ايه، جربت اكتر من اللي نفسي فيه. بجد الفيديو ده كارثه، أكتر من زلزال 92 وتسونامي تايلاند وقنبلة هيروشيما. مكسوفة مكسوفة منك، مش قادرة مش قادرة أقولك. مكسوفة مكسوفة منك، مش قادرة. بنشكر حبايبنا اللي مشرفينا ومنورينا، وكنت متاكد ان اللي بيتعمل من القلب بيوصل للقلب. ولعها يا ابني. حرمان زهقان زهقان طهقان، ابعت نسوه مشوار اليونان، والكعبين بتطب والنسوان مطلوب. الكعبين بتطب والنسوان مطلوب. انت يا ست بخيل ابنك شغال حكيها، انت يا ست بخيل ابنك شغال حكيها. خد الكلام على طول، خد الكلام على طول، خد الكلام على دي. اتقابلنا بالقصور، اتقابلنا بالقصور. رمضان ابو العالمين خرج وخد سطرين. رمضان ابو العالمين. يا سمير يلا اعمل هم، الناس جعانه. ايه يا هاني المنظر ده؟ مش كنت عملت البوفيه اوبن؟ اوبن ايه يا بنتي؟ اوبن يعني مشاكل، يعني خناقات، يعني هتخرجي بطبقك وست غرز في راسك. لا برضك الناس تتريق علينا كده. تتريقوا علينا ليه؟ يا بنتي انت مش فاهمه، كل علبه فيها سندوتشين جبنه رومي وسندوتش لانشون وكان زايه، ده غير بقى علبه الحلو. ايه ده في لانشون؟ أه؟ طب ما تقول كده، ارجع لي يا ابني بالصينيه دي، طلع لي بقى كل سندوتشات اللانشون اللي في العلب، عبيها لي في اكياس وانا هوزعها بمعرفتي، واي حد هياخد لانشون ولا ايه؟ محدش فاهم حاجه. الاكل عجبكم؟ بالهنا والشفا. خدت لانشون يا حاج؟ لانشون؟ ايه هو اللانشون ده يا بنتي؟ اللانشون يا حاج اللي هو بيبقى مدور كده واحمر، اللحمه يا حاج. لحمه؟ اه. لو في صالح حكي؟ لا في صالح يا حاج طبعا. اتفضل اتفضل بالهنا والشفا. اتفضل يا مستر منير، انا عاده بدي كل واحد سندوتش لانشون، حضرتك اتنين. ايه بقى ايه الحاجات دي؟ يا ناس شريهان انا ما باكلش. ماما كانت منع اي لحوم مصنعه تدخل البيت، علشان كده انا ماشي باللانش بوكس بتاعي. طب ليه حضرتك؟ ده لانشون صلاح وعبد الفتاح. مشكله اسامي يا ناس شريهان، دي وصيه لازم تحترم. كانت عايزاني ما تخنش. الله يرحمها الست الوالده، حافظت عليك من فوق وطنشت من تحت. اتفضلي يا ماما ست، اتفضلي بالهنا والشفا.